مرحبا اصدقائي، معكم ياسين قمر. رجعت لكم مقطع جديد. بعد المقطع جبت لكم مثل ما كنتم شايفين لعبه ماينكرافت، لنا هيك زمان ما نزلنا عنها، وكمان جبت لكم سيرفر جديد، وهذا السيرفر صنعناه انا وصديقي وبلشنا يعني نعمله من اليوم يا غوالي. ومثل ما كنتم شايفين الساعه جديد، يعني هلا عملنا موقع السبون هون. انت بترسبني يا صديقي، وانت لحتى تلعب معنا لازم تتواصل معي على الانستغرام، وانستغرام بتلاقوه تحت بالوصف. فانت تتواصل معي بتقول انه بدي العب، فانا بعطيك كل المعلومات يا صديقي الكافي مشان انت تصير قادر انك تلعب معنا. مثل ما انك شايف هوني صديقي عامل اوامر بالكوماند بلوك، بحيث انه انت عبر كبسي مثلا تاخذ سموني، او عبر كبسي تاخذ سيف. عرفت كيف؟ هلا انا عندي الانفنتوري متملى، فيمكن ما اخذ شيء يعني. فمثل ما كنت شايفين هلا انا ما ابني هوني. انت يا صديقي بترسبين، مثل ما قلت لكم طريقه التواصل معي على الانستغرام. فهذا السيرفر الحد تبعه 20 او الدنيا عتم ثواني لنجيب تخت. هلا مالنا شي عاملينه للسيرفر، يعني خطرت عبالي هالفكرة فقلت ليش لا. وانا ما يخطر عبالي اعمل كمان مدينة، وهيك يكون عالم نظامي، عالم سيرفايفل كمان، بحيث انت يا صديقي تقدر تستكشف. بس بنفس الوقت في شغلات فريدة من نوعها، مثل المدينة مثلا. هلا انا هوني بدي اعمل مدينة وبدي وسع كتير. المدينة بدها تكون يعني من كل الاتجاهات وشاملة لمنطقة السبون هوني. ومثل ما انك شايف يا صديقي مفكر حتى اني اعمل هوني طريق للمدينة، واعمل هون حاليا يعني ممكن ميناء او هيك شيء. هلا انا هوني عامل معرض للسمك، وهون بناية عادية كتير، هيك بدي اعمل بنايات طوال هيك وعاديات انه في تخت وهيك، بس انه يكون كمان تصميم حلو. وبظن اتبع انا النسق نفسه للبنايات يا اساطير. مثل ما كنتم شايفين هوني عنا كمان محل انه هيك قاعده، وهوني كمان عاملين بلور. فانت يا صديقي هيك بتشوف الاطلالي، وهوني عندك كمان براندات مثل ما شفتوا يعني انا ورجيتكم اياها من برا. وهوني عندنا السطح، وهونيك عندنا كمان محل السمك اللي بورجيكم اياه. فهيك معمل شغلات بسيطه يعني حبيت ورجيكم اياها. وهذا السيرفر هسه رح يصير اكبر واكبر، بدنا هسه يعني نبني كثير في شغلات. هلا حاليا انا مستلم زمام امور البناء يعني، بس رفيقي كمان كثير في ساعدنا بالكوماند بلوك اللي يشتغل معي، يكون هو بيعرف بالاوامر. ففينا نعمل افكار حلوه، مثل والله انه مثلا تنتقل يا صديقي على كوكب اذا بتكبس زر كوماند بلوك. عرفت كيف؟ كثير في افكار خطر على بالي. هلا هذا ما كملته، هذا المحل مثل ما كنتم شايفين الساعتنا السقف تبعه اصلا ما كملته كمان. هلا بدنا نكمله، بس مو بهذا الفيديو ما بتوقع يعني. هلا انا بدي احط لكم فيديوهات تسريعيه للشجره، لانه نت شجره هون كبيره كمان، مع انه هلا اليوم عملنا السيرفر يعني. بس انا مع هيك حاولت اسرع، وحاولت كمان نفس الوقت ابني هيك قد افينه. مثل ما كم لاحظين هاي الشجره كثير كبيره وحلوه، حتى اني مراعه شغله انه هون المنطقه بتكون فيها يا اشجار بيض يا الاوكود العاديات يعني. فلك انا حطيت هاي الشجره بيضه. مثل ما انك شايف يا صديقي هاي الشجره فيها كثير شغلات حلوه، وانا مفكر بلش لعبه باركور منها لهي الشجره. فانت بعد ما تطلع كلها تطلعها عبر هذا السلو تخت يعني، بصير مثل موقع سبون لك. فانت لما تكبس هيك حتى لو ما نمت، فانت اذا بتموت بتصير قادر انك ترجع على نفس المنطقه. فهي الشيء مفيد كثير، لانك انت يعني اذا متت باللعبه اللي انا هون بدي اعملها فوق، فانت قادر انك ترجع من البدايه. وهوني عندك السلم، وهون عندك كمان مثل ما انك شايف الافران. هلا خلونا نطلع لفوق. مثل ما انك شايف هوني عندك البيت هذا، وانا بتوقع اني احاول اعمل بوابه ثانيه مثلا هوني، او هيك شيء شغلي عاد اعمل لعبه باركور. لساتني مفكر بصراحه، هيك تصير تنط بالهواء يعني، وتاخذ جائزه بعدين قويه مثلا سيف السماء اذا بتفوز بالباركور او هيك. فكتير يعني خطر على بالي افكار. ومثل ما قلت لكم الساعه بالسيرفر 20 لاعب، والسيرفر بده يصير هسه اكبر واكبر ان شاء الله يعني. هي البدايه بس، وهيك بدي اوسع المدينه. المدينه اهم شيء هلا يا اساطير. مفكر حط بوابه نزر كمان بالسبون هوني، فبيصير الموضوع اسهل على اللاعبين يعني. فيك انت تستكشف بالنهايه صديقي، هو عالم سرفايفل بيضله يعني. مثل ما انك شايف هوني في اشجار، بحيث انك انت تقدر تجمع كل موارد اللي بدك اياها. وحلوه المنطقه بصراحه هون، لانه صار تداخل بالمناطق مثل ما انك شايف، فعجبني العالم بشكل عام. هوني منطقه صحراويه، وهون منطقه عاديه يا صديقي. فلك هي الشيء ممتاز كتير كمان، وشيء بيكمل يعني الجماليات بالمنطقه. حتى هون عندي فكره انه اعمل مبنى قديم او هيك شغلي، او نفق مؤدي مثلا على
مدينة ضائعة، فعندك كثير أفكار لسا. وبس أصدقائك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، كان هيك شرح بسيط عن السيرفر اللي بلشنا اليوم أنا ورفيقي، وإن شاء الله هيك بده يتوسع. وإذا بدك تلعب معنا يا صديقي بس حكينا على الإنستغرام وأنا بقول لك الشروط وبتصير تلعب معنا نظامي بهذا السيرفر، وإن شاء الله هيك نستمتع كلنا. أسف في كتير شغلات وأفكار عندي بدي أبنيها، فإن شاء الله بيطلع بالنهاية شيء كتير حلو، كوني أنا هيك شوي عندي خبرة بالبناء، فأنا بحاول هيك أخذ مواضيع البناء أكثر بشوي، مع إنه يعني ما أبني أشياء بسيطة بالنهاية، بس مع هيك ما حاول يعني انه ابني اعداد اكبر، عرفتوا كيف؟ لانه هاي المدينه مثلا كثير بدها تكون واسعه، بده يكون كثير في مباني على نمط هذا المبنى، وفي محلات كمان بده يكون، وفي كثير شغلات. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامه. My heart rages around like an ocean.